أهلا بكم. أجي نتعرفوا على أشهر مشجع للمنتخب المغربي لكرة القدم. الاسم ديالو نور الدين فلاح والملقب بالظلمي. ولد دوار دوم في الرباط، كان تبيع الجرنان قدام لاغارد ديال الرباط المدينة في الثمانينات. وكان بين الزبناء ديالو المدرب الأسطورة للمنتخب الوطني سابقا مهدي فاريا، هو اللي قام بإطلاق عليه لقب الظلمي. بدات قصته في تشجيع سنة 1986 مكسيكو مع المنتخب، وحصل على الباسبور بفضل تدخل وزير الداخلية الأسبق دريس البصري، ومشى تفرج في المنتخب في مكسيكو، ومن بعدها طلع لطاليان سنة 1988. عاش تماك وخدم مزيان، وملي يجمع الفلوس دار ريستو ديالو ودار عائلة، ولكن جزء كبير من المدخول ديالو كان كيصرفو على التنقلات مع المنتخب الوطني. حضر الدرمي تقريبا جميع المباريات اللي حضر فيها المنتخب المغربي، من كأس العالم 1986 إلى غاية كأس العالم 2018، مرورا بكأس إفريقيا الشهيرة في تونس، ثم دورة الكاميرون. هذا دون احتساب عدد الرحلات اللي قام بها مع الفرق المغربية، ولا سيما الجيش الملكي والرجاء والوداد والمغرب الفاسي. الظلمي لم يفوت مناسبة مشاركة المنتخب المغربي في مونديال قطر، بحيث كان بين أول المشجعين اللي وصلوا للعاصمة الدوحة من أجل تشجيع النخبة المغربية. نتمنى ويكون الظلمي في الخير على المنتخب المغربي ويحقق نتائج حسنة في المباريات المقبلة. إلى اللقاء.